يا رب أكون قلت حاجة تكون ريحتك قلت شوية. حاجات حلوة، هستنى بقى تحصل الحمد لله الحاجات الحلوة كلها. أنا خلصت، نورتيني ونورتي الدنيا. ولو محتاجة أي سؤال قبل ما تقومي ممكن نسأل التاروت. هيسأل التاروت؟ يعني أسأل على عيلتي، على اخواتي، ولا لازم عليا انا مثلا؟ أي سؤال، أي سؤال يخطر على بالك، حتى لو في نيتك سؤال ومش عايزة تقوليه أصلا، عايزة تسمعي مثلا مني إجابة يس أو نو بس، أو لأ، ممكن ما تقوليهوش كمان. يا سلام، انت تقري افكاري؟ لأ، أنت هتسألي، أنا عايزة أعرف ولا لأ على الموضوع اللي في دماغي، فالتاروت هيقولك أو لأ، حاجات شبه كده يعني. طيب انا حطيت سؤال في دماغي. مش هتقولي؟ طيب، طب انا هقول لك على حاجه، نخلي سؤال كده نقوله للمشاهدين عشان يبقوا عارفين، وسؤال بس في بالك اجابته او لا، ايه رايك؟ لا صعب. الأسئلة صعبة. طيب خلاص، يبقى يس اور نو، انت عايز تعرفي الاجابه ولا لا. طيب ماشي، من الموضوع اللي في بالك ولا لا؟ بصي، الإجابة هنا بنسبة 80%، الإجابة على سؤالك اللي في بالك بس اللي محدش فينا يعرفه، أوكي؟ 80% 20% بس لأ. الكارت ده 20% لأ، دول 80% 80% دي نسبة كبيرة أوي، ده عظيم جدا، حاجة كويسة عظيم ولا؟ جدا. طب غششيني. لا لا، حاجة حلوة. طيب الحمد لله، نورتيني، ميرسي ميرسي جدا جدا جدا، جدا جدا، مبسوطة قوي قوي. أنا أشكرك، أنا أشكرك، قلتي لي كلام جميل يرفع المعنويات يعني. حبيبتي ميرسي، ميرسي، تستحقيه جدا وتستحقيه يا أكتر رب كمان. تبقى سنة حلوة علينا كلنا يا يا رب رب. اللهم آمين. شكرا ميرسي حبيبتي، جدا، ميرسي ميرسي جدا. ميرسي، أشكرك. بالراحة، سمعتي، سمعتي الكلام الجميل اللي اتقال؟ بالراحة. شفت الكلام؟ مش قلت لك لا والله ده انا انبسطت في جدا حاجة جدا. حلوة جاية؟ مش قلت لك اطلب ده؟ حاجات حلوة، ده ايه الكلام الحلو والأفراح والحب؟ شفتي؟ حاجة جامدة جدا. انا اول مرة اجرب التاروت ده بس عجبني بصراحة، ده بيقول كلام حلو قوي. انا مش قلت لك في اول فقرة ان عينيك بتلمع وفيها حب؟ والله بصي انا مستسلمه للي انتوا بتقولوه، يعني ما بقولكوش لا، بس بقول ربما يجي، ربما ان التوقعات دي تحصل، ليه لا؟ واحنا مستنيين، وانا هجهز الفستان اللي هحضر بيه يلا. فرحك. خلاص ميرسي يا روح قلبي، بس حاضر. حقيقي جميل يعني، انا استمتعت برضو، الواحد بيحب عنده حب استطلاع يشوف البخت والحاجات دي. يا رب يبقى كله يا خير، رب تبقى سنة جميلة على كل يا رب الناس يا رب، يا رب. اللهم آمين يا رب.